تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، رفع فيها إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية والذي يصادف 15 من شهر سبتمبر من كل عام. ونوه رئيس مجلس النواب في برقيته بما تحقق من إنجازات لمملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم المستمر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مما كان له الأثر البارز في نجاح دور السلطة التشريعية في إنجاز المشاريع والمبادرات على الأصعدة كافة والتي تحمل بصمات رؤية الحكومة المستقبلية من أجل خدمة مملكة البحرين.